تفقد نائب محافظ كفر الشيخ عمر البشبيشي عددا من قرى حياة كريمة بمطوبس لمتابعة الأعمال الجارية في العديد من المشروعات الخدمية. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن تلك المبادرة لها مردود كبير على المواطنين، وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلى قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم لتحسين مستوى معيشة المواطن، مشددا على أن مركز مطوبس هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة بتكلفة 6.5 مليار جنيه. هذا وشهدت قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس وصول القافلة الطبية العاشرة لجامعة كفر الشيخ لإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية مطوبس وتقديم الخدمات المختلفة بالمجان. في إطار مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحقيقة هي مبادرة خلاقة. بنزور مركز مطوبس، هو المركز الفائز به حياة كريمة في المرحلة الأولى محافظة كفر الشيخ. زرنا عدة مواقع بيقام عليها مشروعات خدمية ومرفقية، شفنا مواقع بيقام فيها صرف صحي، وفي زرنا مدارس برضو بيتم إنشائها ومدارس بيستكمل الإنشاءات فيها، وبرضو زرنا بعض الحالات في المستحقة لسكن كريم. الحقيقة مبادرة غاية في الأهمية وغاية في الضخامة، فيها 5 محاور مهتمين بيهم بشكل كبير.